صح، انا معروف بزاف بالنشاطات السياحيه، درت كاع دزاير وراني ندور حول العالم. بصح كانوا بزاف ناس يبعثوا لي في تعليقات يقولوا لي راك في رمضان راك دير غير سياحه كدا، علاش ما ديرش برنامج خيري، علاش ما ديرش حاجه جديده، علاش ما تعاونش الناس. منها قلت مليحه نجمعوا ما بين السياحه والخير، ومنها درنا هذا البرنامج الخيري عابر سبيل. صح انا كشاب جزائري ولا على بالي كيما نتوما اللي راكم تشوفوا فيا، كاع نحبوا نديروا الخير، كاع نحبوا نعاونوا الناس. بصح بيني وبين روحي ما كانتش جاتني هذه الفكره، يعني تعليقاتهم زادوا بوساوني باش ندير هذا البرنامج الخيري وندمج ما بين السياحه والخير، والحمد لله ربي قدرنا ودرنا هذا البرنامج.